الصوتيه صارت بفتره كورونا. يعني هاي الفكره حاولنا نطلع على العالم، تعرف هاي الفتره كانت بيها كثير نحن بس قاعدين على التواصل الاجتماعي، التنقل كان مقطوع، فحاولنا ننقل افكار، يعني نخطف افكار من حول العالم، والحمد لله قدرنا ننفذها وقدرنا نورد هاي الاجهزه ونسوي هذا المشروع. احنا جبنا 3 افكار من اكثر المطعم حول العالم، انه الروبوت النادي اللي يقدم الطلبات، والطاوله التفاعليه عن طريقه يقدر الزبون يطلب طلباته من المطبخ بشكل مباشر وتكون عنده، ولغينا تقريبا المنيو الورقي. برمجه ونظام البرنامج اللي نستخدمه احنا خاص داخل المطعم كمينيو، هذا هو من تنفيذ شباب من جامعه الموصل وشباب من الموصل من كليه الميجاترونكس، ساعدونا كثير بربط السيستم، ربط الطاولات، انشاء برنامج خاص للمطعم، وايضا انشاء سيرفر خاص بينا. الخدمة هاي في مدينة الموصل أنا فرحان بيها جداً، من ناحية النظافة، من ناحية السرعة، من ناحية الأسعار، ويا ريت تتعمم في جميع المطاعم، وهذا راح يكون مطعمي المفضل في مدينة الموصل.